الدبريشن يلي هو الاكتئاب النفسي بالعرب هو حالة من الحزن الشديد التي قد تصيب الإنسان بسبب أو بغير سبب، وهي حالة جدا شديدة وكثيرا من الأحيان تؤدي إلى حالات الانتحار أو إلى عدم القدرة على القيام بالمسؤوليات أو الأشياء التي يتعود عليها الإنسان. الديبريشن أكيد في عدة كمان أنواع من الديبريشن، في ديبريشن وسط، في خفيف، وفي ديبريشن مرات قوي بيستدعي دخول مستشفى. بس إجمالا الديبريشن الوسط، الاكتئاب حدته وسط وأقل، فينا نعالجه حتى بالحكي بس بالعلاج السلوكي، أما العلاج الكلامي، وفي علاج بالدواء، وفي كمان علاج أكيد مرات بيكون بيتطمن دخول المستشفى. العلاجات الجديدة نسبياً صار لها كم سنة هي تحفيز للعقل أما الدماغ، تعتمد مرات على الكهرباء، على المغناطيس، أما على تكنولوجيز جديدة تاني، وصار في عنا خيارات غير الدواء وغير العلاج السلوكي. طريقة العلاج للكآبة إجمالاً عنا خيارات معروفة، هي الأدوية مضادات الكآبة على أنواعها، وكل مضاد الكآبة عنده عوارض جانبية، يعني بقى احنا متوقع هذا الموضوع. وفي اكيد العلاجات النفسية كمان عندها عدة انواع علاجات نفسية مستعملة، وبنعمل كومبينيشن، يعني مستعمل علاج نفسي مع الأدوية. هلا في انواع علاجات جديدة صارت اللي هي اللي بنسموها النورو موديوليشن، او استعمال الطرق ان كان الكهربائية او المغناطيسية لتغيير طريقة كيف الدماغ عم بيحكي مع عدة اطراف الدماغ، عم بيحكوا مع حالهم مع بعضهم، وهذا الشيء TMS بيدخل ضمن هذا الإطار. TMS بالإنجليزي هو Transcranial Magnetic Stimulation، يعني تحفيز المغناطيسي عبر الرأس. إذا بتشوفوا وراي في جهاز بيولد موجات مغناطيسية، والشخص بيقعد بهالكرسي، وفي جزء صغير رح تشوفوه شكله مثل الفيجر 8 بالرقم 8، هيدي بتنقل الزبزبات المغناطيسية على الرأس في محل معين منحطها. الادفانتج للعلاج بالTMS انه منه كهربائي، ما بيعمل صدمات كهربائية اما نوبات كهرباء، بينعمل بالعيادة، ما بده دخول مستشفى. في عدة مبررات لاستعمال TMS. اولا حالة المريض الطبية، اذا كان المريض عنده امراض طبية عضوية ما بيقدر يتحمل النتائج الادوية، او ما بيقدر يتحمل البنج العام، فبحوله اكيد بحوله للTMS. وحتى المريض يلي ما عنده امراض عضوية معينة، بس اذا كانت الحالة السريرية تثبت وجود اكتئاب حاد، فالTMS هو من الخيارات الموجودة والاقل كلفة من غيرها، حتى اذا بدنا نحسبها على المدى الطويل. نحن فينا نقول للمريض اللي عم يتعالج انه اجمالا بفترة اسبوعين بعد ما يكون عملنا يعني تقريبا 10 جلسات بيكون صار في تحسن ملموس. التحسن فيكون بفعالية التحسن بالدواء او العلاج السلوكي. اكيد هيدا علاج طبي لمرض طبي، النجاح مش دايما مضمون 100%، بس فرص النجاح عالي. والشيء اللي بيشجع كمان لاستعماله انه الريسك والمخاطر والسايد افكتس شبه معدومه. TMS بالجامعه الامريكيه موجوده من 2018 لاهداف علاجيه، وعم نستعملها الاطباء الموجودين بالجامعه، يعني عم بيكونوا هن عم يتداوروا على استعمال المكنه.